كشف المستور ووضع الحقائق أمامكم هي مسؤولية برنامجنا اللي من خلاله كتعرفوا حصرياً على أسرار نجومنا وعلى حياتهم الشخصية قبل المهنية، واللي خدينا من هذا البرنامج منبر الحديث عنها وإيجاد أجوبة واضحة لأسئلتكم دائماً تحت شعار هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفاس أفاس. كارمن سليمان فنانة مصرية موهوبة بالفطرة، موهبة اللي كانت واضحة من طفولة واللي مكنتها من دخول المجال الفني بكل ثقة، بحيث تم تتويجها بجائزة أفضل صوت تحت سن 15، ومن هنا تكتب لضيفتنا مستقبل زاهر في سماء الشهرة. من وقت اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب عرب ايدل بدا صيت كارمل كيوصل للعالم العربي، وبهكذا فهاد البرنامج كيبقى اهم مرحله في مسارها، بحيث تمكنت من انتزاع لقب محبوبه العرب بكل جداره من بعد حصولها على اعلى نسبه تصويت من الجمهور، ومن هنا صعدت كارمل على سلم النجاح بخطوات كلها ثبات وثقه. كارمل سليمان سنة 2014 طرحت أول ألبوم غنائي بعنوان أخباري اللي كيضم 12 أغنية، من بعد ما طرحت أغنية كلام كلام على طريقة الفيديو كليب اللي لقات نجاح كبير بسبب إبداع كارمن في الغناء بصوتها اللي شبهوه بصوت الكروان واللي كيدخل للقلب مباشرة بدون استئذان. حالياً كارمن سليمان من بين أنجح الفنانات المصريات، مبدعة متألقة ومرهفة الإحساس، وأعمالها ناجحة بلا ما ننسى حضورها الملفت على مستوى المسارح. هي فنانة متكاملة جمعت الكثير من المواصفات الإيجابية اللي خلتها تكون محبوبة عند الجماهير العربية. اهلا بك كارمن. اهلا بك يا شهرزاد، اش اخبارك؟ تمام الحمد لله. كارمن في برنامج ديالنا كاينه الشخصيه الكرتونيه اللي كتبان لنا كتشبه لضيفنا او ضيفتنا. الشخصيه الكرتونيه اللي بانت لنا كتشبه ليك يا موانا، فاش كتشبه ليك موانا؟ احنا ما كنعرفوش. شخصيه قويه، عندها طموح، ما بتستسلمش، يعني ما عندهاش استسلام خالص. يعني في الحاجات دي تعتبر شبهي، يعني طموح ما كتستسلميش وشخصيه قويه. غنهضروا على هذا الشيء بتفاصيل من دابا شويه، ولكن كارمن البريئة، كارمن الطفلة اللي جات الغناء، ما تهرسش لها شي مرة الطموح؟ بصي، هو وانا صغيرة اصلا ما كنتش مركزة قوي، يعني طفلة وما كنتش يعني في دماغي اصلا الغنى خالص، وكنت بس بغني مع صحابي في المدرسة، وكل الناس كانت يعني بتشوفني ان انا يعني بتقعد معايا يسمعوني وانا بغني، بس حته ان انا احترف دي ما كانتش خالص في الخطه ابدا بالنسبه لي. الموضوع كله جه صدفه يعني. غنهضروا عليه من دابا شويه. بينك وبين راسك كارمن، ما كتقوليش كون غير كنا عايشين في زمن الدمى ماشي في الزمن ديالنا، لان هذا الزمن فيه بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الاكراهات. تقصدي ان انا يعني يعني تقصدي حتة ان انا ابقى حاسة ان انا يعني نفسي ابقى اعيش يعني في الوقت ده، او يعني او في دي حاجة خيالية يعني؟ فاش كتلعبي مع زين ما كتقوليش بينك وبين راسك كون غير كنت قدو، كون غير كنت بحاله؟ تقصدي ان انا ارجع طفلة يعني، او
أكيد أحسن أريح. يعني تحسي إنه مفيش حاجة في دماغك، مش شايلة هم حاجة، مفيش مسؤولية. كل اللي انت مهتمة بيه ان انت تلعبي وتتبسطي، ومفيش أي حاجة في دماغك تانية بقى يعني تتعب تفكيرك. يعني أنا هدروا على بزاف ديال الأمور في بلا زواق. انت واجدة تكوني معايا بلا زواق؟ أكيد بلا زواق. شنو اسمه؟ شنو اسم فقرة؟ بلا زواق. برافو عليك. بلا زواق، وضيفتنا هي الفنانة المصرية كارمين سليمان. إحساسك عالي كارمن، مرهفة الإحساس وكتغني بإحساس عالي، والفنان القوي هو اللي كيغني بإحساس عالي. فوقاش الإحساس غيهضر معاك وغيقول لك رصيدكم لا يكفي؟ ما أعتقدش. يعني أصل أنا أي حاجة بتيجي قدامي أحبها وأغنيها يعني بحس بيها جدا. يعني إحساسي فيها ما بيبقاش لي حدود بالنسبة لي. يعني ما أقصدش بالنسبة للمستمع، بس بالنسبة لي أنا أي حاجة بتيجي قدامي، أي غنوة وبحس إنها حلوة قوي وكده، بحس إن جوايا أحاسيس كتيرة جدا ليها تطلعها بشكل كبير. فمش حاسة إن أنا ممكن في يوم من الأيام الإحساس ده يروح. يعني أو ما كتخافيش بينك وبين راسك كارمن يخونك الإحساس شي مرة في الغنى؟ أها لا لا، متأكدة من لأنه أنا ما بغنيش حاجة ما بحبهاش. يعني مش فاكرة، يعني مش فاكرة أن أنا غنيت حاجة ما كنتش بحبها. وأي حاجة هحبها هتلاقيني، يعني لو حضرتي معايا استوديو مرة هتلاقيني بغنيها بسعادة رهيبة، يعني كأني طفلة صغيرة. كارمن، في محكمة ديال الدنيا، لأن الدنيا هي محكمة، إلا بغيتي تطالبي بقضية تعويض على شي حاجة في حياتك، شنو تطالبي الدنيا؟ تعوضك على شنو؟ تعوضني على إيه؟ والله أنا كنت طفلة يعني سعيدة، يعني ما كانش عندي أزمات كتيرة في حياتي، يعني الحمد لله. فوق جو الأزمات من بعد ما وليتي فنانة؟ يعني شوية بقى في مسؤولية، حتة أن أنا مش متعودة أن أنا يبقى عندي مسؤولية. يعني حتى لما اتجوزت وأنا ومصطفى ما حسيتش يمكن بالمسؤولية دي قوي إلا لما خلفت. كنتي قبل يعني ما تزوجي بمصطفى وقبل ما تولدي كنتي غير مسؤولة؟ كنت مسؤولة ك ك ك في شغلي. يعني في شغلي كنت مسؤولة أكيد، ويمكن أطلب تعويض عن السنين اللي كان المفروض أعيش فيها سنة أكتر. يعني لأن أنا خدت اللقب وأنا عندي 17 سنة، يعني كان في كده 4 سنين كان المفروض أبقى عايشة سنة أكتر فيهم. ده ما عشتيش سنك؟ لا، يعني عشت يعني سنة طبعا قبل، ودلوقتي حتى أنا ما بأفورش يعني المواضيع وبقول لا خلاص مش هينفع أنزل من البيت، ما ينفعش حد يشوفني. لا، يعني أنا بتحرك يعني شوية، بس حاسة إن الـ4 سنين دول راحوا عليا كده من غير ما أخد بالي. ما حسيتيش بيهم؟ ولا في أراب أيدل تعطاتك الشهرة، تعطاتك حب الناس، وليتي محبوبة عند الناس؟ ما انتي زي ما انتي قلتي، هو مش هتاخدي كل حاجة، وخدت منك راحة البال وراحتك والحرية ديالك. بس في المقابل أنا خدت برضو حاجة حلوة، يعني هي حب الناس. بالضبط. ندمتي لأن دخلتي الأراب أيدل كارمن؟ لا، ما ندمتيش؟ لا، لأنه لو ما كنتش دخلته ما كنتش يعني ما كانش العالم العربي كله هيعرفني. يعني كان ممكن أكمل يعني محلي، بس ما كانش هيبقى سهل عليا إنه العالم العربي كله يعرفني. لا، ولكن كاين فنانين بزاف ما دخلوش لبرامج المواهب
وتعرفوا في العالم العربي يكفي أن تكون الموهبة، الاجتهاد أكيد طبعا، والطموح كما قلتي قبيلة. قلت لي بأن كاين الطموح وكاين القوة، فوقاش مشات لك القوة؟ بصي، هو أنا شخصية قوية بس مش شخصية قيادية. أوكي، يعني تفرق. شخصية قوية في رأيي، لو في حاجة أنا مقتنعة بيها بعملها. بحب جدا أخد رأي الناس حواليا، بس في الآخر يعني بجمع الآراء اللي تتناسب مع يعني مع الحاجة اللي أنا عايزة أعملها وبعملها. لكن يعني ما بفرضش رأيي على حد مثلا، يعني الموضوع كله بيبقى بشكل ودي، بس في الآخر بعمل اللي أنا عايزاه. يعني تنتعرضوا الأزمات في الحياة، ياك كانت تعرضوا الأزمات في الحياة، وكانت تعرضوا بزاف المراحل ما زويناش في حياتنا، لأن الحياة طبعا هي سلسلة مراحل مرتبطة الحلقات، كاين فيها الخيب وكاين فيها الزوين. صح. شنو كانت تذكري انتيا الحاجة الخيبة اللي دازت عليك في حياتك؟ ما بفتكرش الحاجات الوحشة نهائيا. لا، صعب قوي، صعب. يعني لا، أنا بشكل عام سمحني كارمن، ما كتفكريش الحاجات الخيبة ولا ما كتبغيش تفكري الحاجات الخيبة؟ يمكن يعني يمكن ما بقاش عايزة ان انا افتكرها، بس الاكتر ان انا فعلا بنساها. يعني وانا عادة يعني بنسى، يعني في يمكن حاجات كتيرة في حياتي عدت عليا كانت مراحل مهمة وانا مش فاكراها. يعني مثلا ممكن وقت ما خدت اللقب، انا فاكرة اليوم ده ان انا كنت مبسوطة قوي، بس مش فاكرة تفاصيل اليوم كانت ايه. لا والله صح، مش فاكرة تفاصيل اليوم كانت ايه، بس فاكرة الاحساس، فاكرة ان انا كنت مبسوطة جدا وان انا مش مصدقة وكده، بس اليوم ده حصل فيه ايه بالظبط مش قادرة اجمع حصل فيه ايه بالظبط. علاش كانت بتنساي؟ لانه بصي، انا بحس هو عيب شوية انه ممكن انسى اشخاص يعني عشت معاهم فترة حلوة، يعني مش المفروض ان انا انساهم واجي اشوفهم بعد كده اقول انا عارفة الشكل ده كويس قوي، بس ازاي مش فاكراه؟ انا عارفة ان انا قضيت فترة من حياتي بشوفه كل يوم وكده. ده طبعا عيب، بس ساعات بحسه ان هو ميزة شوية، فانه برضو يعني دماغك بترتاح شوية، يعني ما بيبقاش فيها حاجات كتير. بفتكر اكتر يعني بفتكر اكتر الحاجات اللي موجوده دلوقتي. وكل مرحله بقى بتيجي بقى مع الذكريات بتاعتها. يعني فكراني هادي عامين كنتي معايا انت. لا، انت ما تتنسيش. الله يخليك، ميرسي. كارمن، قلتي لي كنسى ناس عشت معاهم مرحله معينه من حياتي. دي حاجه بتضايقني. كيبرستك الموضوع؟ جدا بضايقني قوي، بس غصب عني، يعني ما بقاش قصده. اكيد كيتقلقوا منك الناس اللي كانت نسيهم؟ اكيد هيزعلوا يعني، بس بصي، يمكن اتحطيت في كذا موقف من دول، ان انا اقف قدام حد انا قعدت فتره بشوفه وعارفاه وبنتكلم، وبعدين لما قابلته بعدها بان عليا اني مش عارفاه. فطبعا دي حاجه ضايقتني. يعني ما حاولتيش تشوفي شنو هو المشكل هو انا مشكلتي ان انا دماغي ما بتكفيش اشخاص كتيره في حياتها. يعني عايزه اقول لك برده من العيوب اللي شويه برده بحاول ان انا احسنها طبعا، ان الواتساب عندي معرفش أكلم أكتر تقريباً من 10 أشخاص في اليوم، أكتر من كده صعب. برضو في ناس بتزعل إن أنا ما بتصلش بيها، ما بكلمهاش، وأنا بحبهم جداً، يعني فعلاً حابة إن أنا أبقى دايماً in touch معاهم وكده، بس يعني قدراتي الدماغية بتفكر في حاجات. يعني مثلا لو أنا عندي شغل فعلا مش هفكر في الشغل. لو أنا مع مركزة. أهلي، لو أنا مع أهلي وابني وكده هبقى معهم، بس يعني بحس أنه العيب ده
ربنا حطهولي ميزة في مصطفى. مصطفى ما شاء الله يعني دماغه مركزة جدا. مركز. يعني مالتي فانكشن يعني. فالناس مثلا اللي انا ما بركزش ان انا اكلمهم هو بيكلمهم بدالي. فبيبقى هو انا وانا هو. واخا انت هو وهو انت. الا سولنا مصطفى عليك شنو غيقول لنا عليك؟ شنو الحاجات اللي كتزعج مصطفى فيك؟ اللي بتضايقوا فيا؟ يمكن لما بيقول لي لما بيطلب مني حاجه اعملها مثلا ممكن ما اعملهاش على طول كتاخري مثلا. ايه تاني ما بيعجبوش فيا؟ شنو يقول لنا عليك الا سولنا عليك؟ نقول له قول لنا على كارمن شنو يقول لنا؟ هيقول لك هيقول لك بنت الوصول. الجدعة. وهو بيقول عليا ان انا ام هايلة يعني. ولكن لا مش ولكن هو شايفني ام لا ما عندوش ولكن في هذه المواصفات في هذه الصفات اللي كيشوف فيك ما عندوش ولكن. الا بغيتي تهضري عليه انت شنو تقولي عليه؟ مصطفى جدع قوي. و بصي يعني انا مش عايزه اقول كده بس انا فعلا بحس ان هو بيحبني اكتر من نفسه يعني. حقيقي بحس جدا بده وبحس ان هو بيهتم جدا بشكلي وبشغلي وبراحتي يعني. يعني بصراحة في حاجة زي دي يعني بحس إن هي نعمة كبيرة جدا من ربنا عليا يعني. كتغني ليه؟ وبحبه. كتبغيه بزاف كارمين. أنا رجع لك كتغني ليه كارمين فاش كان بغيو كان حدفو كل شيء كيتلغى مبدأ العقل ما كان بقاوش نفكروا بالعقل كتولي الجنون واخد البلاصة ديالو والحماقة. علاقتك به مجنونة ولا غالب عليها العقل؟ لا تعتبر مجنونة. مجنونة؟ يعني احنا في البيت لا يعني هبة شوية يعني. بنهزر وبنلعب وبنجري ورا بعض لا الجنون ماشي في هذا الشيء. الجنون كان هدر على الجنون في طريقة التعاطي مع العلاقة ديالكم وش انتوما بعقلكم. اوكي تقصدي كحب يعني؟ ولا الحب مجنون؟ انا يمكن اكتر مجنونة. يعني هو يعني شفتي كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي مش شرط ان هي تطلع كلام يعني تطلع افعال. لكن انا كلام وافعال وكله يعني. يعني تشكيله حلوه. كتغني ليه كارمين؟ اغني له ربنا يخليك لقلبي تبقى طول العمر جنبي كل ما اسمع حاجه عنك بعرف اني اخترت صح كان لو انا احلى صدفه ياللي جنبك ببقى عارفة إنك أنت جيت حياتي تملى كل سنيني فرح. الله يكمل عليكم بالخير. الناس اللي كيقولوا بأن زواج الفنانات ما كيكملش بصح؟ لا يعني لكل قاعدة يعني شواذ والكل يعني لكل شخصيات يعني الشخصيات بتختلف من شخصية الأخرى وكده. بس أنا شخصية معمرة. أوكي. وبحب قوي أنه علاقتي بأي حد في حياتي هتبقى يعني دايمة طويلة. احبه يبقى نفس الشخص. يعني ما يتغيرش. اي حد حواليا اي حد بيشتغل معايا يعني
ما ببقاش عايزة أغيره، يعني ساعات بيتغير يعني لأسوأ الظروف، بس بتضايق، بحس يعني بحب إنه الناس اللي حواليا يبقى في كده عشرة ما بيننا، ودايما ونقعد سنين مع بعض، ما بالك بقى جوزي وأبو ابني يعني. وعلى فكرة يعني كل الناس تحصل بينها وبين بعض مشاكل. وخصوصي مرة مشاكل بينك وبين مصطفى، قلتي له طلقني؟ لا لا طبعا مستحيل، أنا لسه كنت هقولك أي مشكلة بالنسبة لي معاه عمرها ما هتوصل لده كتفكير. يعني ممكن مشكلة كبيرة جدا تحصل ونتخانق وممكن ما مش عايزة أقعد في البيت وكده، بس عمرها ما هتوصل لدرجة إن أنا أفكر في إنه نسيب بعض. الله يكمل عليكم بالخير. أنت من الناس كارمن اللي إلى داز النهار كتفرحي ولا لا كتشدي الهم النهار الماجي؟ ساعات يعني ساعات بفكر إيه اللي هيحصل قدام أو إيه اللي هيحصل بكرة، وساعات ما بيقاش دماغي أي حاجة وعايزة أقعد كده وكل يوم كده بيومه، مهم نبقى مبسوطين وخلاص. بس ساعات بيجيلي الحالة دي، يعني ساعات بحس إن أنا بفكر هيحصل إيه بكرة، طب زين، طب هنعمل إيه. ساعات بتجيلي الحالة دي، وحتى مصطفى بيقول لي يا مالك ما انتي اصلا كنتي كويسة من شوية، حصل ايه؟ ف بقولك بتبقى يعني فترة كده بتجيلي، بس مش معظم الوقت ببقى بعيش يعني اليوم بيومه. ويمكن قبل كده كنت ببقى يعني يومي بيبقى فيه زعل اكتر من فرح. دلوقتي علاش دايما ما اعرفش، انا عصبيه اصلا، فدايما اي حاجه صغيره بتضايقني. بس دلوقتي لا، بقيت بدور على اللي يبسطني دايما. يعني اتغيرت جدا بصراحه، ودي حاجه عجباني جدا، ان انا ما بقتش بجري ورا الحاجات اللي تضايقني. او لو في حاجه جت تضايقني انا بجري منها، بهرب منها. انت اللي كتقلبي على اللي قلقك. انت اللي كنتي كتقلبي على الزعل واللي قلقك. يعني شويه عشان عصبيه، فعارفه اي حد يجي يعصبني بتجري. دلوقتي لا، بقيت وجود زين هو اللي غيرك. والله ممكن لان انا وانا حامل في زين كنت دايما بقول ان انا عايزه ابقى ايه، يعني ما اتعصبش وابقى هاديه كده عشان هو ما يطلعش عصبي. ومع ذلك يعني ما حصلش اي حاجه وطلع عصبي عادي. هو عصبي عنيد، مش فكره عصبي. لمن كيشبه في العناد؟ كيشبه لك ولا المصطفى في العناد؟ يمكن مصطفى اكتر. انا يمكن عنيده بس مش قوي يعني، بس مصطفى عنيد. فبقولك بعدها انا بقولك حته العصبيه دي طبعا بتخلي ان انا يبقى صوتي عالي. فاول ما ولدت زين اتفقت مع مصطفى، قلت له بص، اي خناقه بيني وبينك، اي حاجه، عايزين نبقى رايقين ومش عايزين نشوف ده، علشان انا عايزاه يعني يبقى شايف ان البيت طول الوقت مبسوط وفرحان وبيعمل حاجات مجنونه، وعشان يحس بالترابط العائلي ده لازم يبقى شايف البيت طول الوقت فرحان. فيمكن فعلا دي حاجه ساهمت كتير في تهربي من الحاجه اللي ممكن تضايقني. زين كتخافي عليه زيادة عن اللزوم؟ مناش دلوقتي أكتر حاجة من المرض، يعني لأنه هو لما بيمرض جامد يعني، فدايما بحاول بقدر الإمكان إنه ما يمرضش أصلا. فعلشان كده خايفة عليه قدام بقى طبعا، أكيد من الحياة يعني، كلنا إحنا كل سنة أصلا بنكتشف في الحياة وفي الأشخاص اللي حوالينا حاجات أسوأ من قبل كده يعني. كل اللي أنا نفسي بجد فيه إن هو يعني ما يقابلش حاجات أو ناس كتيرة وحشة في حياته يعني. قابلتي أنت ناس وحشة في حياتك؟ أكيد، مفيش حد ما قابلش ناس وحشة في حياته. في المجال الفني ولا في غير المجال؟ كل
ندخل انا وياك المجال الفني انت واجده. قاسي احسن من كذاب. شنو اسم الفقره؟ قاسي احسن من كذاب. قاسي احسن من كذاب. قاسي احسن من كذاب. وضيفتنا هي كارمن سليمان. المجال الفني نصفك ولا ظلمك؟ نصفني ولا ظلمني؟ لا ما اقدرش اقول ظلمني يعني لانه انا شويه مقله يعني في اعمالي يعني علشان دايما بحب اعمل احسن حاجه. ففي حاجات كتيره جدا تتعرض عليا حلوه ولو اتغنت هتبقى حلوه كل حاجه بس تريوت اتعملت قبل كده ومفيش يعني مفيش حاجه مختلفه قوي احس ان انا هغنيها وهتبقى مختلفه عليا. فيمكن ده اللي بيأخرني. فما اقدرش اقول لك حته انه ال 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 الوسط يعني ظالمني او كده لاني لو يعني لو انا فعلا عندي حاجات كتيره وكده ولقيت ان انا مفيش دعم ساعات ساعتها اقول لك انه مظلومه. لكن انا والله كمان بحاول ان انا اسمع اكتر واختار حاجات عشان يعني ازود الرصيد بتاعي. ف لا هو مش ما ظلمكش. شنو اللي صدمك في المجال فاش دخلتي ليه في 17 سنه في 2012 عندك 17 عام فاش خديتي اللقب ديال العرب ايدل؟ شنو اللي صدمك؟ كيقولوا لي الفنانين بان كاين نفاق كاين مافيا. هادشي عشتي انتيا شفتيه بين بعض يعني؟ بصي انا بحس اكتر انه ده بيحصل يمكن في التمثيل اكتر يعني المطربين بيبقوا كل واحد في حاله كده. يعني كل واحد مركز في الاغاني بتاعته في ال ممثلين يكون عندهم بحس شويه انه حتى التمثيل صعب كده ويعني بيتمرمطوا يعني لكن احنا شويه شغلتنا مش فكره هي مش بسيطه بس اهدى شويه من 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 الناحيه الثانيه دي. انتي شنو كمان كمان الناحيه الثانيه دي بيبقوا بيشوفوا بعض اكتر. اوكي لكن احنا كمطربين يمكن ما بنتقابلش كتير. ما كتقابلوش كتير لانه المشاغل ديالكم او لانه ما كتبغيوش بعضياتكم؟ لا 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 مش اكيد مش كده. لا يعني مش اكيد بنبقى حابين نشوف بعض بس ما في يمكن ما فيش حاجه كتير بتجمعنا ان احنا نتقابل. انا بتكلم على الغير اصدقاء يعني الزمايل يعني لكن الاصدقاء لا طبعا بنشوف بعض يعني. شكون اصدقائك في المجال الفني؟ هما مش كتير يعني قوي بس احمد جمال سندي محمد الشرنوبي مين تاني في ناس كتيره والله بحبهم بس احنا مش اصدقاء قوي يعني. انا عندي اخبار كتقول بان انت واحمد جمال في حفله كان الرئيس المصري وقع لك مشكل. كان اصلا اليوم ده احنا كنا في مكان مفيش مخلوق ممكن يدخله بعد الساعه واحدة خلاص كل الناس دخلت مفيش حد هيدخل بعدنا فما كانش في كوافير احمد جمال صوب لك شعرك صح يعني كتر خيره بصراحه يعني ظبط لي الدنيا. وكيفاش طلع الشعر؟ لا كان يعني ماشي حاله الحمد لله كان كويس. اليوم عندي على خير يعني. هاد شي جميل فاش كنشوفوا علاقه بين فنان وفنانه اصدقاء كتجمعهم هاد المحبه وهاد الموده هاد شي شيء جميل. كاين هاد شي عندكم هاد شي؟ عندنا طبعا طبعا عندنا حتى في التمثيل حتى في كارمن احنا بنحب بعض جدا. كارمن كتكذبي عليا ولا كتكذبي على راسك؟ لا خالص 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 ما بكذبش خالص انا حقيقة الواقع الفني كيقول عكس هادشي اللي قلتي لي. لا بصي ممكن وده برضو بصراحة انا
يعني الحمد لله ما بحسوش من ناحية أي حد. بس ممكن اتنين يعني رجلين مطربين مثلاً ممكن يبقوا بيغيروا من بعض مثلاً، أو اتنين ستات مطربات ممكن يبقوا بيغيروا من بعض، بس ما بتوصلش يعني لدرجة إنه يعني حقد يعني أو كده يعني، أو أنا ما شفتش. وأنا الحمد لله زي ما بقولك يعني ما فيش حد أنا يعني بغير منه أو بحقد عليه يعني، الحمد لله. عطني ثلاثة دي الأسماء دي الفنانات، هما فنانات مصر، ثلاثة الأسماء. هما فنانات مصر؟ آه. شيرين. أنغام. ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة. مين؟ شيرين، أنغام. أيوة. مش عارف كفايه دول. دونك قلتي لي اسمين هما اللي رافعين رايه مصر عالي. عطيني الشباب. لا شباب كتير اعتقد يعني. عمرو دياب. شباب اكتر من النساء. اعتقد عمرو دياب، تامر حسني، محمد حمائي، مين تاني؟ في ناس كتير يعني. حماقي، عمرو دياب، وتامر حسني. انتي في خارطة الفن المصري فين كاينه؟ بحبش اتكلم عن نفسي يعني. ما اعرفش يعني هو الناس هي في مكانة محترمة. هما الناس حاطيني في مكانة محترمة الحمد لله. وانا حاسة انه يعني انا يمكن في الجيل الجديد يعني شايفه ان انا يعني من احسن الناس بالنسبه للجمهور يعني الحمد لله. انت من احسن الناس. كي اللي تشوفنا دابا ويقول بان كارمن سليمان مغروره؟ في حد بيقول ان انا مغروره؟ لا، الناس يقدروا يفهموا هادشي اللي قلتي بالغرور. ايوه ما انت بتساليني ده بعمل لك ايه؟ لا. بصي انا بقول هو كل فنان بيبقى بالنسبه لجمهوره احسن حد واحلى حد في الدنيا. ف يعني ما اقدرش اقول لك انا يعني انا قلت لك ان انا احسن حد بالنسبه لجمهوري انا. انت من اجمل الاصوات كارمن. احنا هذا البرنامج ما كنبغيوش نهائيا يتفهم غلط الجواب ديال الفنان. وعلى فكره زي ما قلت لك انا اصلا ما بتكلمش خالص عن نفسي في اي حاجه. اوكي بس جوابا يعني على سؤالك انه كل فنان بيبقى بالنسبه لجمهوره هو احسن واحد في الدنيا. وشايفينه ان هو يعني من اكتر الناس اللي بتعمل حاجات حلوه، مع ان ممكن ما يبقاش ده صح على فكره. بس شكون اللي كاين نفسك في الجيل الحالي في جيلك؟ ما بحسهاش منافسه يعني. كل واحد فينا في حته يعني. كل واحد فينا كل واحد كيشتغل على راسه. وكل حد فينا مش شبه التاني كمان يعني. احنا مش شبه بعض. فما بحسش ان في منافسه خالص. كارمن هذه 7 سنين خرجتي من عرب ايدل، كتشوفي الريبرتوار ديالك مع هاد 7 سنين؟ كتشوفي هاد 7 سنين عطاتك خرجتي اغاني ولا لا؟ انت مقله وانت كسوله؟ لا مش كسوله بس يعني متاخره شوي. متاخره شويه بس. ليش رجعت تاخير؟ راجع لمشاكل كانت حصلت بعد البروجرام مع شركه الانتاج. الحمد لله خلاص خلصت يعني. بس طبعا انت لما بتبقي يعني عندك معاكي ليبل يعني معاكي شركه اكيد ده بيبقى احسن لك بكتير يعني. احسن ما تبقي لوحدك. فانا برضو يعني حته ان انا لوحدي دي برضو مأخراني شويه. وبقول لك حته برضو اختيارات الاغاني ان انا ما بقبلش باي حاجه
مش شايفاها بالنسبه لي مختلفه يعني او مش لايقه عليا. ما كتشبهش اغاني اللي ديجا نزلت بالظبط. ما يعني ما هو اي حد هيعمل غنوه حلوه وهينزلها تمام، بس دلوقتي انا يعني زي ما انت شايفه يعني في اغاني كتير قوي قوي بتنزل ومحدش محدش بيركز فيها. هو مش مقياس طبعا، بس يعني في حاجات انت مثلا مش متوقعه ان هي تنجح بتلاقيها نجحت جدا والعكس. شنو اللي كينجح دابا كارمن؟ كتنجح؟ لا لا لا، ما فيش. بصي بجد تيسير من عند الله، من عند ربنا فعلا. ما فيش اي وصفه سحريه. هو دلوقتي النجاح الغنوه بيبقى تقريبا بمزاج الجمهور. يعني انا مثلا الجمهور دلوقتي مزاجه انه يسمع الغنوه دي مهما كانت بتنجح. يعني الاراء دلوقتي يعني اراء الجمهور يعني في العالم كله بقيت بحس ان هي متضاربه غلط ومش شبه بعض. وغلط؟ لا لا لا، بصي ما ينفعش الذوق العام، ما ينفعش تقولي غلط على يعني على راي جمهور كبير. اوكي، لانه لا ان الحق هم اللي بينجحوا، هم اللي بينجحوا الحاجه وهم اللي بيخلوها. الجمهور هو اللي كينجح الفنان ولا الفنان كينجحوا مجهوداته كارمن؟ فين هو الجمهور؟ فاش كنتي انت كطيحي وكتنوضي باش تخرجي اغنيه؟ الاثنين الاثنين. انا دلوقتي فنانه بجتهد وبعمل اغاني وبعمل اغاني حلوه، بس يعني مجهوداتي اللي انا بعملها دي مين اللي بيقول عليها حلوه؟ الناس. فالناس دي اكيد ارائها يعني رايها مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاي فنان، يعني سواء بقى مطرب ممثل اي 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 فنان يعني. فما ينفعش اقول على جمهور ان هو اختار غلط، ولكن كاين مشكل في الذوق العام كارمن. هو رايه وهو رايه دلوقتي. ممكن نكره، ممكن نكره بان كاين مشكل في الذوق العام. ما هو بصي كل ما بتيجي تقولي كده بترجعي تقولي طب ازاي انه شخص واحد مثلا ممكن يبقى بيسمع اغاني حلوه قوي وفي نفس الوقت بيسمع اغاني تانية مش حلوه؟ هو يعني الموضوع ما بقاش زي الاول. يعني دلوقتي بقى في جنرات مختلفه جدا في الاغاني، وبقى في اغاني مثلا بيبقى الهدف منها انه يعني ترقص اكتر وكده. ما بقاش عارفين شنو اللي كيعجب الجمهور. لا خالص، ما كاينش مقياس ديال الاعجاب. انت واجده تردي على الاتهامات والانتقادات الموجهه لك؟ واجدة. حق الرد ضيفتنا هي كارمن سليمان. قبل ما نمشيو انا وياك لحق الرد، بغيت كتعرفي الفن المغربي؟ اكيد مطلعه عليه. شكون الفنان المغربي اللي كيعجبك كارمن؟ انا اكتشفت انه في يعني دلوقتي مطربين كتيرة يعني جدا مغاربه، وعارفه ناس كتيرة منهم. يعني شكون اللي حبيتي صوته اكتر؟ سعد المجرد. بحب صوته جدا. وفي بحب برضو حاتم عمور. في كذا حد، في امينوكس بحبه برضو قوي. غنى معاك امين في مصر. في مصر في برضو بنوته برضو بحبها اسمها منال. يعني ما شاء الله مواهب يعني جميله جدا. حافظه شي اغنيه من اغاني هاد الفنانين اللي قلتي لي؟ لا يمكن مش يعني سعد هو يمكن اكتر حد يعني يمكن عشان اغانيه متداوله جدا كمان عندنا فيمكن هو اكتر حد حافظه له حاجه. ممكن ايه مثلا شنو كيقول؟ في بحب انت بغي واحد يكون دمه بارد
ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل لمرة للابق بالزف على درويش انت بغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل لمرة للابق الزف على درويش منلقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا منلقش ليك ما تليقي ليا شكون كذب عليك وقالك باقي ليا. الناس اللي كيقولوا بان فنانين العرب فاش كتغنيو فاش كتبغيو تغنيو الاغنيه المغربيه باش تكسبوا السوق المغربي ماشي من محبه. بصي الحمد لله الحمد لله انا اكتشفت اني مش محتاجه اعمل كده لانه فعلا لما جيت هنا اكتشفت بجد كميه حب هنا يعني مرعبه. ما كنتش متخيله ابدا انه انا يبقى في هنا ناس كتيره جدا عارفاني وبتحبني قوي ومتابعاني وبتسمع كل الاغاني بتاعتي. ف يمكن ان انا اغني غنوه مغربيه دي حاجه تبسطهم اكتر. لكن تكسبني لا انا عندي الحمد لله. اوكي يمكن تكسبني اكتر يعني يمكن تكسبني ناس ما كانوش مثلا يعرفوني. لكن الحمد لله انا اكتشفت انه لا عندي فان بيس كبيره في المغرب الحمد لله. كارمين فاش كنتي في لالا العروسة متذكرة طبعا كانت معاك في نفس الحفلة سلمى رشيد. ما مشيتيش سلمتي عليها وما جاش سلمت عليك علاش؟ والله مش عارف يعني انتوما كنتوا صديقات. كان في فترة كان في فترة فعلا كنا أصحاب لأن هي كانت جت عاشت شوية في مصر. فكنا فعلا كده اللي أنا استغربته بس إنه أنا اكتشفت إن هي موجودة متأخر. أوكي واللي استغربته إنه هي ما يعني ما جاش سلمت عليا يعني دي حاجة استغربتها بصراحة. فليش ما سلمتيش عليها؟ لأنه أنا بقولك أنا اكتشفت الموضوع ده وأنا خلاص قربت أخلص. وقدرت هي تكون ما عارفاش تكون عارفة جيتي؟ معرفش معرفش بصراحة. لكن أنا بقولك اكتشفت الموضوع ده وأنا خلاص بخلص الـ يعني الغنوتين بتوعي. وبقولك يعني استغربت بصراحة إنه هي يعني ما سلمتش عليا بس قلت أكيد ممكن برضو يبقى في يعني يبقى ليها عذرها يعني بس وعايزة أبارك لها طبعا على البيبي. مبروك عليها والله تشوفه كيما بغات. كارمي شنو ردك على الناس اللي قالت بأن كارمي من بعد ما خدت اللقب ما نجحتش كيما خصها تنجح؟ زي ما قلت لك انا يمكن اتاخرت شويه. لكن يعني انا دلوقتي بحاول جاهده قوي ان انا اوصل للي انا عايزاه واكتر. كده ايه الاستراتيجيه ديالك؟ في خطه وفي يعني عاملين كده بلان يعني للسنه هتبقى عامله ازاي وماشيه ازاي وان شاء الله تمشي زي ما احنا عايزين والحاجات اللي تنزل تعجب الناس ان شاء الله. كارمن عندك انتقاد بغيتي تردي عليه؟ انا عارفه بزاف الامور زعجاك. هو انا ما بركزش قوي في الانتقادات يعني ما ببصش كتير على الكومنتس بس ساعات وانا يمكن برد على حد من صحابي في الكومنتس يمكن بيجي كومنت في النص الاحظه بالصدفه يعني. كتخبي وجه ولدك؟ كيقولوا لك علاش كتخبي وجه ولدك؟
عندهم الحق يسوق. لا هم مش بيقولوا كده بس هم بي يعني بي الموضوع أكتر من كده شوية. شو كيقولوا؟ لا يعني لو زهقنا بقى وانت تفضلي تورينا قفاه كده طول الوقت ومش عارف ايه. ف كيزعجك الموضوع؟ لا براحتي. لا كيزعجك هذه الانتقادات؟ بصي ما بقاش بيفرق لانه يعني هو انت شفتي الصوره كده لو شفتيها بالوش برضو هتلاقي انتقادات. يعني مش هتلاقي كل الناس تقول ايه ده ما شاء الله وايه ده قمر والكلام ده كله. هتلاقي برضو ناس تقول ايه ده شكله وحش قوي وده شعره مش ناعم ويعني مش هيسكتوا يعني. فالموضوع مش فارق يعني خالص. شنو كتجاوبي بتجاهل؟ ما بصي انا الحاجات دي انا منزلها عشان انا حابه كل الناس اللي بتحبني تشوف سعادتك يعني مراحل سعادتي بيه ومراحل تطوره ك يعني لما مشي اول ما مشي نزلت له فيديو وهو بيمشي يجيلي يعني حابه ان هم يشوفوا معايا مراحل التطور وتشاركي معاهم مراحل تطور يعني النمو يعني بتاعته. لكن انا دلوقتي لحد دلوقتي انا مش حاسه ان انا نفسي ان انا ابين وشه. يمكن يعني يمكن من اكتر الاسباب اللي مخلياني اعمل ده زي ما قلت لك انه مش هتفرق مع الناس سواء انا منزلاه بظهره او بوشه لانه حتى لو بوشه هيقولوا كلام يمكن اوحش. كارمن فيديو مره حطيتيه وداروا عليه كومنت على طريقة الهضرة ديالك عقلتي؟ في دايركت مسج اتبعتت لي في مرة بتقول لي كنت نزلة فيديو كده بتكلم فيه عن برودكت أو حاجة زي كده وبعتت لي واحدة بتقول لي أنا بحب صوتك قوي وكده بس وانتي بتتكلمي انتي بوقك بيعمل صوت وانا بقرف. يعني طب انا المفروض اعمل في حاجه زي دي ايه؟ يعني دي حاجه في ربانية يعني حاجه ربنا اللي حاططها فيا مش حاجه مش بايدي اكيد. وانا فعلا انا يمكن عندي السلايفا شويه عاليه بس عم فيها ايه مش عارف. كاينين ناس اللي ما عندهم ما يدار لا شغل ولا مشغله وكيقابلوا الناس الناجحين. هذه هي المهنه ديالهم في الحياه وما يهاجموا الناس الناجحين. هاد الناس خصنا نتعاملوا معاهم بالتجاهل. مزيان يكونوا لانه كيأتوا المشهد نتعاملوا معاهم بالتجاهل اكيد. بصي انا زي ما قلت لك انا اصلا ما ببصش على الكومنتس. كيعصبوك هالتعاليق؟ لا ما بيعصبونيش بس انا اخر حاجه قلتها لك دي مش فكره عصبتني بس استغربتها زياده عن اللزوم. يعني هو للدرجه دي التركيز مع الواحد بقى يعني لحاجه زي دي. يعني انا برضو بستغرب جدا الناس اللي بتقول على واحد مثلا او واحده انت شكلك وحش. طب يعني يا جماعه طب ما دي على فكره خلقت ربنا. يعني اصلا حرام اللي انتوا بتقولوه مش فكره حاجه مزعجه بس هو ده حرام. انت كده بتعيب في خلقه ربنا. واحد مناخيره كبيره واحده مناخيرها كبيره واحده عندها مشكله فظيعه عندها مرض باين في جسمها. هذه حقد يا ربي. مرض باين في جسمها. طب يعني مهما كنت فاضي يعني ماشي ممكن تعيب مثلا على الشخصيه على طريقه الكلام على كلام مثلا اتقال ما كانش ينفع يتقال بس على شكل حد يعني حاجه بجد مزعجه جدا وفعلا حاجه حصلت الفتره اللي فاتت كتير قدامي مع فنانين بحال شنو
في شكلهم وفي شكل عيالهم ويعني يعني بجد بقى. وشنا مؤخرا كارول سماحة الصورة اللي اللي دارت ضجة لأنه ما حطاش مكياج و ايه المشكلة؟ حشومة ايه المشكلة؟ أنا معاك يعني كلنا على فكرة يعني برضو الفكرة انه في ناس بتبقى شايفة الفنان ده كائن فضائي يعني بني آدم كده مش بني آدم أصلا مش معانا أوكي على فكرة عادي أنا بخرج من غير ميك اب وبقعد في البيت أوكي لابسة لبس أنا عايزاه كده مبهدل مثلا أوكي بني آدمين عادي زي بعض يعني الفكرة يرحموكم بس شوية الجمهور يرحموا الفنان يرحموهم فعلا لأنه بقولك يعني يرحمونا لأنه بقولك أنا ممكن أبقى قاعدة في البيت مرة عايزة أبقى مبهدلة أنا عايزة كده أقعد لابسة أي لبس في الدنيا المود ديالك يقول لك بغيتي تكوني مبهدلة بيبقى شعري منعكش بركي كتبقى جميلة كارمن ثانك يو كارمن أرجع معاك ساعة قبل البرنامج تقبلي الدعوة ديالنا ولا لا أكيد طبعاً تقبليها أكيد ما دمتيش جيتي لا خالص وكمان عايزة يعني أشكرك على التقديمة الفظيعة يعني الريبورتاج ده كان يجنن كتسهلي أكتر يا حبيبتي مساج منك في كاميرا ديالك الناس اللي كيبغيوك عايزة أقول لكل الناس اللي بتحبني وكل جمهوري الحبيب بحبكم جداً و يعني مقدرة جداً حبوكوا ليا ووقفتكم معايا دايماً في كل حاجة في سواء في حاجة ليا يعني أغنية أو عمل ليا أو حفلة أو إن أنتوا مستحمليني إن أنا شوية متأخرة أو بحاول بقدر الإمكان إن أنا أنقي الحاجة اللي تليق بيكو فمهما شكرتكم مش هوفي حقكم عليا بحبكم جدا واستنوا حاجات جديده قريب قوي تبقى على المستوى اللي انتم متوقعين كارمن مقطع من اغنيتك اتصورت في ارزازات اوكي متطبق لك بقالي يومين بفكر لك في مدخل سهل اقول لك منه على حاجتين ما خلوش عندي اصلا عقل مشتت ليا تفكيري وكل ما اقول هقول بسكت بخاف لا يخني تعبيري ويبقى كلامي مش بالشكل بصاتك مالها كده بتاخد وحياتك قولي ازاي دي في اساسياتك عامل حاجه في كل حالاتك خطف الناس ومسيطر عامل مشاعرك خط احمر ماشي بمبدا مش بتغير خدتني فوق ما انا كنت اتصور ليك وخلاص كيقول فيلسوف سقراط ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبول لكن من الضروري أن يكون صادقاً لأن الصدق هو مرآة الإنسان نتمنوا أن ضيفتنا الفنانة كارمن سليمان كان الصدق هو عنوانها في هذه الحلقة وعرفتوا عليها أشياء كثيرة كنتوا كتجهلوها أما أنا ما بقى لي إلا نودعكم نتلاقوا في الحلقة الماجية مع ضيف جديد السلام عليكم